السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الوحدة الثالثة بتاعتنا، حياة محمد صلى الله عليه وسلم، قصة بناء أمة. الدرس الأول محمد صلى الله عليه وسلم، المولد والنشأة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قد هيأ الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ولادته وأعده لحمل رسالة الإسلام ونشر المبادئ. في البداية كده هنتعرف متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد الرسول بمكة يوم الاثنين 12 ربيع الاول عام 570 ميلاديا، عرف هذا العام بعام الفيل. طيب ليه بقى سمي هذا العام بعام الفيل؟ هقول له كده لانه في هذا العام حاول ابرهه الحبشي حاكم بلاد اليمن بهدم الكعبه بجيش كبير يضم عدد كبير من الفيله، ولكن الله حفظ بيته واهلك ابرهه وجيشه. يبقى عرف العام الذي ولد فيه الرسول بعام الفيل. الرسول طبعا زي ما احنا عارفين برضه ولد يتيما، حيث مات ابوه اثناء عودته من رحله تجاريه لبلاد الشام ودفن في يثرب. فرح بمولده جده عبد المطلب وبني هاشم جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عطاء لهم من الله وتعويضا عن فقد ابيه، فاخذه جده وطاف به حول الكعبه فرحا به. سماه جده محمدا ليكون محمودا في الارض وفي السماء، وهذا الاسم لم يكن مالوفا عند العرب في ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت حاول ابراهيم الحبشي زي ما احنا قلنا ان هو يهدم الكعبه، وذلك لكي يصرف الناس عن زيارتها وتعظيمها ويتجهوا الى زياره كنيستها التي بناها في ارض اليمن. طب لو جينا كده اتكلمنا عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هلاقي كده ان الرسول بينتسب او والد الرسول هو عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ويمتد نسب الرسول الى عدنان ولد اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام. الام هي السيده امنه بنت وهب من خيره قريش. طيب لو جينا اتكلمنا عن طفوله الرسول المباركه، هنلاقي ان كان من عادات اشراف مكه ان هم يرسلوا ابنائهم لمرضعات في الباديه اللي هي الصحراء. طب ممكن يجي لي هنا سؤال بما تفسر، قول لي ليه كان من عادات اشراف مكه ان هم يرسلوا ابنائهم لمرضعات في الباديه؟ هقول له كده لان العيش في الباديه يرسلهم بعض الصفات زي فصاحه اللسان، قوه البنيان، ورجاحه العقل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل ان هو يعيش في الباديه عند مرضعته اللي هي حليمه السعديه من بني سعد، فاقام عندها 4 سنوات حتى اعادته الى امه. ثم بعد ذلك يعني مكث مع والدته حوالي سنتين، من عنده هو 4 سنين قعد مع مامته لحد 6 سنوات، ثم توفيت والدته، ثم كفله بعد ذلك جده عبد المطلب، ولكنه توفي وكان الرسول في سن الثامنه فكفله عمه ابو طالب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عاش في بيت عمه وسط ابنائه، وكان احب يعني يعتبر ايه عمه كان بيحبه اكثر من ابنائه، فاحسن تربيته ورعايته. الرسول كان بيعمل في طفولته براعي الاغنام، وذلك ليساعد عمه ويخفف عنه العبء لانه كان فقيرا وكثير الابناء. هنلاقي ان من نتائج عمل الرسول بحرفه الراعي ان هو اكتسب منها بعض الصفات. اول حاجه عندي الصبر، تاني حاجة التواضع، تالت حاجة الشجاعة، وعندي كمان الرحمة والعطف. دي كده الصفات اللي اكتسبها الرسول من عمله بحرفة الرعي. طيب لو جينا اتكلمنا عن شباب الرسول، هلاقي ان الرسول برضه استمر في شبابه يعمل بحرفة رعي الأغنام، ثم بعد ذلك عمل بحرفة التجارة، حيث خرج مع عمه في أكثر من رحلة تجارية إلى بلاد الشام. ربنا سبحانه وتعالى حفظ الرسول طوال فترة شبابه من أي سوء أو انحراف، ولقب بالصادق الأمين، وعرف عنه العفة والطهارة ورباحة العقل والأمان. لو جينا بقى اتكلمنا عن زواج الرسول، هلاقي إن في سيدة كده من أشراف سيدات قريش كانت بتعمل بالتجارة، قال لي السيدة دي اسمها السيدة خديجة، عندما سمعت بأمانة الرسول أرسلت إليه ليخرج تاجرا بمالها إلى بلاد الشام مع غلامها ميسرة، فقبل ذلك. وبعد العودة من الرحلة أخبر غلامها ميسرة بأمانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعجبت بأخلاقه ولمست أمانته وتزوج، فكانت خير زوجة لخير شاب. عندما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة أنجب منها ولدين هما القاسم وعبد الله، وأنجب منها 4 إناث أو 4 بنات هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. Thank you.
الثالث المتفوقين اللي هسمع برضو جد منكم ان شاء الله المره القادمه. كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوج من السيده خديجه؟ هقول السؤال مره ثانيه، كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوج من السيده خديجه؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.